إخوانكم يقولون معاكم الشيخ حازم شومان، فليتفضل 5 دقائق نصيحة تذكرة لإخواني. تفضل يا شيخ، تفضل يا شيخ حازم، 5 دقائق تأخذ فيها أجر من الله ولا تطيل. تفضل، إخوانك يريدون، أرسلوا لي ورق بهذا. تفضل. أطلنا عليكم لكن لا نعدم خيرا حتى من صلاة وسلام على المصطفى صلى الله عليه وسلم، النبي صلى الله عليه وسلم. لا الحمد لله ما أعطيه شيء، طهور طهور إن شاء الله. ورحمة الله وبركاته. لو حد منكم ما كان يعمل ايه؟ عليه الصلاة والسلام. الحمد لله وكفى وصلاة وسلاما على عباد الذين اصطفى. اللهم لك الحمد كله ولك الملك كله وبيدك الخير كله وإليك يرجع الأمر كله. اللهم صل على عبدك ونبيك محمد صلى الله عليه وسلم في الأولين والآخرين والملأ الأعلى إلى يوم الدين. فيعني بعد الكلام الطيب الذي سمعناه، يعني نسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا علما إيه؟ نافعا، ورزقا طيبا، وعملا متقبلا. يعني شوف النبي عليه الصلاة والسلام، يعني العلم النافع، قال لك العلم النافع الذي ينفعك في أخلاقك، الذي ينفعك في إيمانك، الذي ينفعك في عبادتك، الذي ينفعك في حياتك، الذي يغير فيك، اللي لما تسمعه يغير فيك، ينفعك، يرفعك في إيمانك وأخلاقك ومعاملاتك وبصيرتك وعزمتك وصدقك وإخلاصك، وينفع من يسمع. وبعد كده العلم وحده لا يكفي، فأخر الحديث وإيه؟ وعملا، وعملا متقبلا. يبقى العلم إن لم ينجو معنه عمل يحصل إيه؟ يبقى أين النفع إن لم ينجو معنه العمل؟ وما بين العلم والعمل، النبي سأل إيه؟ في مروي عنه عليه الصلاة والسلام سأل إيه؟ رزقا طيبة. يبقى الجوارح اللي هتعمل بهذا العلم يجب أن تكون مغذاة برزق إيه؟ رزق حلال، يجب أن تكون مغذاة برزق حلال. فيعني انتفعنا من شيخنا الفاضل، ربنا يبارك لنا فيه وينفعنا بعلم. اللهم أمين يا رب. طيب إخواني في الله، بصراحة يعني شدني سبحان الله العظيم الإمام وهو يصلي بنا في صلاة العشاء، وبصراحة شوق قلوبنا إلى إيه؟ قلبك اشتاق لإيه في صلاة العشاء؟ إلى رمضان. قلبك اشتاق إلى رمضان. يا إخواني في الله، رمضان لسه عليه 70 يوم، هل تدركون هذا؟ لسه على رمضان 70 يوم. يعني واحد رجب الأربع اللي بعد الجاي، رجب 30 يوم وشعبان 30 يوم، ده طبعا يعني على الحسابات الفلكية، يعني مش يعني ايه، عشان يعني لسه على رمضان يا اخواني في الله 70 يوم. يعني يعني هل تنسمت روائح رمضان؟ وشوف سبحان الله العظيم، يعني في الآيات، وإذا في قول الله سبحانه وتعالى شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. فبعد الآية التي تحدثت عن رمضان وعن القرآن، الآية اللي بعدها قول الله إيه؟ وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي. يعني كأن سبحان الله العظيم لما الصيام بيجي النفوس بتزكو وتبدأ تتلهف على معرفة الله سبحانه وتعالى، وتتلهف على معرفة ربها. وإذا سألك عبادي عني فإني قريب، وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. إخواني وأحبابي في الله، يعني أنتم بتعلمون أن الأمة الآن ومصر الآن في ظروف صعبة جدا، وأن السنة اللي فاتت دي لا يعلم ما فيها إلا الله، الظروف الطاحنة التي مرت بها البلد. يبقى رمضان القادم ده إخواني في الله، وهذا الموسم العظيم والاستعداد لرمضان، وأن احنا نحث الناس على الاجتهاد في العلاقة بكتاب الله، في فهم كتاب الله، في قيام الليل، في المحافظة على جلسات الضحى، في المحافظة على العبادة، في المحافظة على ترتيل القرآن ليلا ونهارا. الفترة اللي جاية دي يا اخواني في اللي احنا ورانا جهاد فيها، ورانا رسالة جهاد فيها. يعني هذا العلم الذي نتعلمه يجب ان نعلمه للناس، يجب ان نخرج للناس. ألم نسمع قول الله سبحانه وتعالى؟ ألم نسمع، يعني انا مش عايز اقول لك، يعني كلام الله من اول آية في القرآن الى اخر آية في القرآن، والله سبحانه وتعالى يحثنا على ان احنا ندعو الناس. قال تعالى قل هذه سبيلي ايه؟ أدعو إلى الله على بصيرة أنا
أنا ومن اتبعني يعني هل تدبرت في هذه الكلمة؟ أنا ومن اتبعني. يعني بعض المفسرين استخرج من هذه الآية يعني فرضية الدعوة إلى الله. أنا ومن اتبعني قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني. وحديث النبي صلى الله عليه وسلم بلغوا عني ولو آية. فيعني استنبط من العلماء من هذا الحديث فرضية البلاغ عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. بلغوا عني ولو آية. فالدين بتاعنا ده يحثنا على الدعوة إلى الله. يا أيها المدثر قم فأنذر وربك فكبر. إزاي إن الله سبحانه وتعالى إن ربنا سبحانه وتعالى يعظم مقام الله في قلوب الخلق وفي قلبنا، وإن ربنا أكبر شيء في حياتك الله سبحانه وتعالى. إزاي ألا نخاف في الله لأمة الله كما قال يعني بعض المفسرين في قول الله سبحانه وتعالى الذين يبلغون رسالات الله ويخشونه ولا يخشون أحدا إلا الله وكفى بالله إيه؟ وكفى بالله حسيبا. يعني المفسرين يعني أخذوا من قول الله سبحانه وتعالى وكفى بالله حسيبا، يعني قال لك ألا تخاف من أحد إلا الله، إنك أنت يعني بالتعبير العامي بتاعنا يعني استنباط بعض علماء اللغة يعني إنك أنت يعني ما تعملش حساب غير رضا الله أو سخط الله، غير إن ربنا يرفع أو يخفض، غير إن ربنا هو اللي بيقدم أو بيؤخر، إنك أنت تبقى موحد في حياتك توحيد حقيقي وأنت تدعو إلى الله. إخواني في الله، الفترة الجاية فترة صعبة جدا. الفترة الجاية يعني أنتوا تعلمون طبعا أن الناس يعني في أزمة شديدة، في ابتلاءات شديدة، في ظروف وفي كرب ومشاكل اجتماعية ومشاكل سياسية ومشاكل اقتصادية. عايزين يا إخواني نبقى رحمة في حياة الناس، عايزين ننتشر بالدعوة إلى الله بين كل الناس، عايزين ننزل في كل مكان ندعو إلى الله، عايزين نوصل الدعوة إلى الله ونوصل العلم النافع لكل إنسان. الشاب اللي واقف على ناصية الشارع، الشاب اللي راكب توك توك وماشي بيه في الشارع، وانت راكب ميكروباص تتكلم عن ربنا، عايزين نتكلم يا أخوانا، عايزين ألسنتنا دي تستعمل في الدعوة إلى الله ليلا ونهارا. قال رب إني دعوت قومي ليلا ونهارا. ده سيدنا نوح القدوة الأولى عليه السلام. سيدنا نوح رب إني دعوت قومي ليلا ونهارا ولقد أرسلنا نوحا إلى قومه فلبث فيهم يعني قال البعض فيه لبث فيهم إن احنا ننتشر وسط الناس. يعني كلمة فيهم ديت ننتشر وسط الناس، نبلغ الدعوة إلى جميع الناس. واضرب لهم مثلا أصحاب القرية إذ جاءها المرسلون. إحنا اللي نروح للناس يا جماعة، إحنا اللي ننزل للناس، ما ننتظرش الناس إن هي اللي تيجي عندنا. إحنا نذهب للناس وننزل في كل مكان ونذهب إلى الناس في كل مكان ولا نخف في الله سبحانه وتعالى لو ما تلائم. بالعكس الناس مستنيانا، الناس مستنية تسمع كلمة عن ربنا، الناس مستنية حد يقول لها ان رمضان على الابواب، الناس مستنية حد يذكرها بفضائل شعبان والعبادة في شعبان، الناس مستنية حد يذكرها ازاي رمضان داخل. انت علاقتك بكتاب ربنا ايه؟ في ناس ما فتحتش المصحف من رمضان اللي فات. انت علاقتك بقيام الليل ايه؟ هتدخل رمضان يعني ازاي؟ هذا الموسم العظيم من العبادة اللي الدقيقة فيه بعمر، اللي الثانية فيه بأجور مضاعفة، هتدخل ازاي كده؟ انت جاهز؟ جاهز انك تعبد ربنا؟ جاهز انك انت تنال هذا الثواب العظيم؟ اخواني في الله، عايزين ننزل للناس، عايزين نغير، تدوس على نفسك عشان تدعو الناس الى الله، عايزين نصل للناس في كل مكان. وجاء من اقصى المدينة رجل يسعى قال يا قوم اتبعوا المرسلين. داخل ويعني السكاكين مشرعة، السيوف مشرعة، وداخل يتكلم عن ربنا سبحانه وتعالى ولا يخف في الله لومة لائم. ولما قتل قال تعالى قيل ادخل الجنة قال يا ليت قومي يعلمون بما غفر لي ربي وجعلني من المكرمين.
وجعلني من المكرمين. أصل الناس بتعتبر أن من المهانة أن أنا أنزل أكلم الناس، من المهانة أن أنا أكلم الناس في الشارع، أو أن أنا أكلم الناس في أي مكان، أو أن أنا أكلم الناس في المحلات، أو أن أنا أكلم الناس في الأسواق، أو أن أنا أكلم الناس. من المهانة أن ده يكسفني وده يردني وده يبصلي بصة وحشة وده يبصلي من فوق لتحت وده يقول لي يا عم الشيخ كبر دماغك وشوف حالك وشوف طريقك. فبيقولك وجعلني من المكرمين، من المكرمين. الناس خايفة انها تكلم كل الناس عن ربنا، ليه؟ احسن حد يهنها، ده انت هتبقى من المكرمين، ده انت ربنا هيرفعك بالدعوة الى الله في الدنيا وفي الاخرة. يا اخوانا فلبث فيهم 1000 سنة الا 50 عاما، وربنا يقول في سورة هود كلما مر عليه ملأ من قومه سخروا من سيدنا نوح، دعوت قومي ليلا ونهارا 1000 سنة إلا 50 عاما كلما مر عليه ملأ من قومه سخروا من. مش ده يا أخوانا القرآن الذي نقرأه؟ مش ده القرآن اللي ربنا أنزله لنا من فوق 7 سماوات؟ مش القرآن نازل عشان نطبقه؟ مش دي الآيات اللي ربنا سبحانه وتعالى أنزلها إلينا حتى نقتدي بها وحتى نطبقها؟ من الذي يطبق هذا الكلام؟ مين اللي بيكلم الناس عن ربنا؟ ربي إني دعوت قومي ليلا ونهارا فلم يزدهم دعائي إلا فرارا، وإني كلما دعوتهم لتغفر لهم جعلوا أصابعهم إيه؟ في آذانهم، مش عايز أسمعك. تخيل أنت داخل لواحد وهو ياه هو أنت جاي ويقوم حاطط صبعه في، مش عايز أسمعك يا أخي. واستغشوا ثيابهم، مش عايز عيني تقع عليك أصلا. وكلما صيغة استمرار، كلما يعني بيعملوا كده. سيدنا نوح ينزل تاني ويعملوا كده وينزل تاني. سيدنا نوح 950 سنة لو حسبتهم ليلا ونهارا، يعني كان بينزل للناس مرة بالنهار ومرة بالليل. كانش فيه مساجد يا اخوانا، ما كانش فيه قنوات لسه يا اخوانا، ما كانش كان الدعوة إن ولو سيدنا نوح قال انا موجود في المكان الفلاني حد يجيلي، ما حدش هيجيله الا انه ينزل للناس. لو مرة بالنهار ومرة بالليل في 365 سنة، في 950 سنة 630,000 مرة، يعني حوالي 3/4 منهم. ده لو مرة واحدة، ده لو مرة، يعني سيدنا نوح مش هينزل مرة بالنهار ومرة بالليل، لو مرة. انت متخيل الجهد الذي بذل من اجل الدعوة الى الله؟ الوقت ليه الناس قاعد يقولك هنغير بالسياسة وهنغير بالانتخابات، واحد يقولك هنغير بالتنمية الاقتصادية، واحد يقولك هنغير بالنهضة والتنمية النهضوية، واحد يقولك هنغير من خلال ان احنا نعمل. هو سبب ايه؟ لان احنا عندنا منهج يا جماعة، احنا منهجنا التغيير بالدعوة الى الله، التغيير بالدعوة على بصيرة، التغيير ان احنا ننزل للناس وندعو الناس ونحدث الناس عن الله. لما احنا سبنا المنهج بتاعنا اي حد بيكلم في التغيير، انما التغيير في القرآن 124,000 نبي ورسول، فيما روى عن النبي صلى الله عليه وسلم 124,000 نبي ورسول، ده منهج التغيير بتاعهم. قال تعالى وقفينا على اثارهم برسلنا، قفينا على اثارهم، ده خطوات رجلين يا اخوانا. احنا عندنا منهج، ده المنهج بتاع الانبياء، ان احنا ننزل ونكلم الناس كما صعد النبي على جبل الصفا صلى الله عليه وسلم، وكما كان يطوف بين الخيام في منى وراءه عمه ابو طالب احول تقض وجنتاه له غديرتان، وهو يقول لا تصدقه انه كذاب، وهو يقذف النبي صلى الله عليه وسلم بالحجارة حتى أدمغ ساقيه وقدميه وعرقبيه، فيقول الناس من هذا؟ فيقولون محمد عليه الصلاة والسلام، فيقولون ومن الذي وراءه؟ فيقولون هو عمه أبو لهب، عمه أبو لهب اللي ماشي وراءه من أجل أنه يصد الناس عنه. تحمل النبي صلى الله عليه وسلم من أجل الدعوة إلى الله، تحمل النبي. وده المنهج بتاعنا يا أخوان، ده المنهج، إن احنا ننزل الناس، إن احنا نحدث الناس، ان احنا نكلم الناس، ان احنا يعني سبحان الله العظيم، يعني احد يعني ان احنا يعني نتحرك بهذا العلم في الواقع. والله العظيم حديث واحد من اللي انت تعرفه ممكن يخلي كفار يدخلوا في الاسلام، مش يخلي غير ملتزمين يلتزموا، يخلي كفار يدخلوا في الاسلام، يغير حياة ناس. حديث واحد بس، آية واحدة بس من اللي انت تعرفها ممكن تغير حياة ناس. ياما حياة ناس اتقلبت بسبب كلمة، ياما ناس اتقلبوا بسبب ابتسامة في الوجه بس من واحد ملتزم ماشي في الشارع كده وحياته اتقلبت بسبب ابتسامة منه. هذه الرسالة اللي احنا حملنا اياها النبي عليه الصلاة والسلام لما بيقول للصحابة انما بعثتم ميسرين. انما بعثتم ايه يا رسول الله؟ هي الامة كده، النبي خاتم النبيين، من سيحمل مهمة البلاغ بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ مفيش نبي تاني هيأتي،
النبي عليه الصلاة والسلام ختمت به عليه الصلاة والسلام. لا نبي بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم، لا نبي إلا بعد نزول سيدنا عيسى عليه السلام، إنما لا نبي سيبعث بعد النبي عليه الصلاة والسلام، فيش نبي جديد. يبقى إذن دي المهمة دي في رقبتنا احنا. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في الحديث المتواتر، في الحديث المتواتر، والحديث المتواترة أنتم تعلمون أن عددها قليل. في الحديث المتواتر بلغوا، في الحديث المتواتر نضر، جزاك الله خيرا ما شاء الله كتب لك، نضر الله امرئا سمع مقالتي فوعاها ثم أداها. كم يسمع نضر الله؟ بعض العلماء قال لك يعني نضر، قال لك تعرف في وجوههم نضرة النعيم، قال لك نضر ده الإنسان اللي في نعيم هو اللي بيبقى وشه فيه نضرة وفرح وبهجة وسرور، قال لك معناها ان اللي هيشتغل في الدعوة الى الله ربنا هيفتح عليه في الدنيا قبل الآخرة، ربنا هيدي من رزق الدنيا، هيدي من انشراح الدنيا، هيدي من سعادة الدنيا، هيدي من فتح الدنيا قبل الآخرة. نضر الله، نضر الله، يعني ان الانسان اللي هيعمل في الدعوة ده سيعطيه الله في الدنيا قبل الآخرة. الانسان اللي اجتهد في الدعوة اللي ضحى عشان نضر الله، يعني مش نضر امرئ، نضر الله. يعني العلماء يقول لك ان مجيء لفظ الجلالة والتصريح بلفظ الجلالة هنا وفي النصوص اللي بياتي بيها بيقول لك بيبقى له اثر في قلب المؤمن، انه ان قلبه يعني يعلم مدى عظمة مقام هذا العمل. نضر الله امرئا سمع مقالتي فوعاها. لو الحديث وقف عند كده، لو الحديث وقف عند كده يبقى احنا نفذنا مراد النبي صلى الله عليه وسلم، سمع مقالتي فوعاها ثم اداها. اداها، والاداء ياتي مع الامانه، يقولك ادي الامانه، كان العلم ده امانه، كان كل ايه وكل حديث انت بتتعلمها امانه، امانه انك انت تنقلها، انك تعلمها للناس، انك تعرف الناس. الم يقل الله سبحانه وتعالى فان تولوا فقل اذنتكم على سواء، يعني اذنتكم ابلغتكم واعلمتكم، قالك يعني على سواء، قالك ان يستوي الناس، ان احنا نعرف اللي بيعصي او اللي بيكفر الحق، فحينما يعصي او يكفر يبقى عارف ان في عذاب على هذا الذنب. هو حر بقى، هو حر، انزل الوقت في الشارع شوف الناس على سواء ولا مش على سواء. وقف اي شاب راكب توك توك قوله العشر المبشرين بالجنة مين، قوله مبادئ احكام الدين ايه، قوله هتلاقي الناس لا تعلم كثيرا من اسس الدين. فين على سواء يا جماعة؟ احنا نزلنا يا جماعة. هلا النبي عليه الصلاة والسلام لما ماتت المرأة التي تقوم المسجد قال هلا اذنتموني؟ محدش جه قال لي ليه اذنتكم، انا نزلت لحد عندكم، انا وصلت لكم في كل مكان انتوا فيه، انا بلغتكم، انا عرفتكم، انا وصلت لكم دعوة ربنا، انا طلعت على جبل الصفا وهدفت بين ظهرانيكم في صحيح البخاري، انا وصلت لكم الحق. انت حر، انت ستطبق او لا تطبق، ستدفع ثمن هذا، انما بقى اذنتكم على سواء، على سواء. فهل احنا الوقت على سواء؟ الناس اللي بره عارفة اللي احنا بنقوله ده؟ كل انسان بيعصي ربنا الوقتي عارف. نضر الله امرئا سمع مقالتي فوعاها ثم اداها. وثم يعني كما تعلمون ان ثم تأتي يا اما بمعنى التراخي، التراخي الزمني، واما ان تأتي بمعنى الانتقال الرتبي. يعني ايه الانتقال الرتبي؟ يعني في رتبة اعلى، يعني يقولك والذي خلق لكم ما في الارض جميعا ايه ثم استوى الى السماء. فبعض المفسرين يقول لك ثم لا تعني هنا ان السماء بعد الارض، انما تعني الانتقال الرتبي، يعني ان السماء دي حاجة اعظم واعلى واكبر، واعلى واعلى واعظم واكبر. فيقول لك ثم اداه، كأنك حينما تؤدي ما تعلم، كأنك حينما تدعو الى الله، كأنك حينما تنتفع بهذا العلم وتخرج لتنفع الناس به، انت بتعلو في الرتبة بتاعتك، انت بتعلو في المقام بتاعك عند ربنا سبحانه وتعالى. يعني كما قال تعالى، يعني كما يعني كل الايات وكل الاحاديث بتحسنا يا اخواني في الله، عايزين نتحرك يا جماعه. احنا داخلين على اعظم موسم في حياه الامه، والناس تعبانه، الناس ما بين اكتئاب نفسي وما بين توتر نفسي وما بين يعني الناس في ضنك لا يعلمه الا الله، والمعاصي التي تصعد الى مولانا ليلا ونهارا مننا جميعا ومن الناس، يعني الدنيا بقت خلاص، العقوبات بتاعت الذنوب والابتلاءات اللي نازله بعد هذه المعاصي. اخوانا عايزين نبقى رحمه في حياه الناس، عايزين ننزل للناس، عايزين نكلم الناس، والا والله يا اخواني الذين الذي تعلم ولم يعمل ولم يعني كما قال تعالى مثل الذين حملوا التوراه ثم ايه
لم يحملوها كمثل الحمار، يعني روحوا كده افتحوا اي تفسير وقروا العلماء قالوا فيها ايه، افتح اي تفسير وقروا العلماء قال ايه فيها ديت، وما تزعلش. مثل الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوها كمثل الحمار يحمل اسفارا، خلاص. الآية ديت كثير من المفسرين قال لك انها نزلت في بعض من عنده علم ولكن عمل ايه، في بعض طلبة العلم ولكن عملوا ايه. اخواننا احنا انتفعنا من ايه ديننا، احنا شلنا قضية ديننا قد ايه، ده فرض عليك. اوعى تفتكر ان الدعوة الى الله وكلام الناس وان احنا ننتشر في كل مكان وندعو في كل مكان في كل المساجد وفي كل البلاد وفي كل الشوارع وفي كل مدينة، اوعى تفتكر ان ده حبيبي ده منهج نبيك عليه الصلاة والسلام اللي انت عايز تبقى معاه في الجنة. هتبقى معاه في الجنة وانت بسرتش على طريقه ازاي؟ منهج نبيك سيدنا محمد. هو انت اعلى قدرا؟ هو احنا قاعدين نقول والنبي عليه الصلاة والسلام والنبي طلع جبل الصفا والنبي سافر الى الطائف والنبي دخل الى القبائل والنبي طف بين الخيام في منى، فهذا يحث في وجه التراب وهذا يسبه سبا شديدا وهذا والنبي عليه الصلاة والسلام. احنا كل الكلام ده بنقوله. وبعدين اخواننا ابن مسعود لما وجد ذاذان المغني وهو قاعد يغني وسط الناس ما مشاش وقال وانا مالي، دخل وجابوا المسجد، دخل وجابوا المسجد. احنا لازم ننزل للناس والا الواقع هيزداد في الفساد كلما احنا ازدادنا في الانعزال عنه. يعني انا لا اريد ان اطيل عليكم، ولكن هذه رسالة في رقابنا تجاه دين الاسلام تجاه دين ربنا سبحانه وتعالى. عايزين نشيل امانة الدين، امانة الدعوة الى الله، امانة الاخوة والتواصل بيننا وبين بعض، أمانة الحب والترابط اللي بيننا وبين بعض. عايزين نطبق العلم بقى، عايزين العلم يغير فينا وينفع بينا بقى. عايزين نبقى يعني قرآن يمشي على الأرض، يعني في قرآن بيتلى، طب اللي بيتلى ده بقى قرآن يمشي على الأرض. عايزين الدين يبقى واقع عملي ماشي على الأرض عشان الناس تشوف الدين دين عملي، عشان الناس تشوف النور بتاع الدين ده عملي بيتحرك في الدنيا. ربنا يسددكم وربنا يحفظكم وربنا يبارك فيكم. ونسأل الله سبحانه وتعالى، اللهم بلغنا رمضان، اللهم بلغنا رمضان واجعلنا فيه من الفائزين، واجعلنا بليلة القدر من الفائزين. اللهم بلغنا رمضان، اللهم يا ربنا، اللهم أقمنا على مرادك منا، اللهم استعملنا في طاعتك ليلا ونهارا يا رب، يا رب العالمين، يا أرحم الراحمين. لن تعبد إلا بإذنك، لن تعبد إلا بإذنك يا رب. إنما نحن بك وإليك يا رب العالمين، إنما نحن بك وإليك يا أرحم الراحمين. اللهم قو في رضاك ضعفنا، اللهم قو في رضاك ضعفنا، اللهم استعملنا في كل ساعة من أعمارنا، اللهم استعملنا ولا تستبدلنا، اللهم استعملنا ولا تستبدلنا، اللهم استعملنا ولا تستبدلنا. يا كريم يا أكرم يا رب، يا غفور يا ودود يا رب، يا أحد يا صمد يا رب، يا حي يا قيوم، برحمتك نستغيث. أصلح لنا شأننا كله ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. اللهم اغفر لنا تقصيرنا، اللهم اغفر لنا زللنا، اللهم إنا قصرنا، اللهم إنا أذنبنا، اللهم إنا أجرمنا، اللهم اجبرنا، اللهم اجبرنا، اللهم اجبر نقصنا، اللهم اجبر ضعفنا، اللهم اجبر كسرنا، اللهم أغثنا يا رب العالمين. فإنه لا بلغ إلى رضاك إلا بك، لا نهلك وأنت رجاؤنا، ولا نضيع وأنت مولانا، ولا نضل وأنت هادينا، حسبنا الله ونعم الوكيل. اللهم أقمنا على مرادك منا، اللهم أقمنا على مرادك منا، اللهم ألف بين قلوبنا، اللهم ألف بين قلوبنا، اللهم وحد صفنا، اللهم وحد صفنا وألف بين قلوبنا، واجمع كلمتنا على ما يرضيك عنا. اللهم استعملنا لنصرة دينك في الأرض، اللهم انصر بنا سنة نبيك في الأرض. رب زدنا علما، رب زدنا علما، رب زدنا علما. اللهم إنا جاهلون فعلمنا، اللهم إنا ضعفاء فقونا، اللهم يا ربنا نحن عاجزون وأنت الإله القادر المقتدر. اللهم يا ربنا زدنا علما، رب زدنا فهما، رب زدنا عزما، رب زدنا إيمانا ويقينا، رب زدنا توكلا وصدقا وإخلاصا، رب زدنا إنابة وإخباتا لك يا رب العالمين. اللهم اجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء أحزاننا وذهاب همومنا يا ربنا يا أرحم الراحمين.
الراحمين يا رب العالمين. اللهم إنا نتذلل إليك، إن لم تعلمنا ديننا فماذا نفعل، وإن لم تعنا على عبادتك فأين نذهب، وإن لم تستعملنا في دعوتك فماذا نفعل. لا باب لنا إلا بابك، ولا رجاء لنا إلا في وجهك يا أرحم الراحمين. نحن بك وإليك، نحن بك وإليك، نحن بك وإليك، تباركت وتعاليت، نستغفرك ونتوب إليك. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك.